السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في الفيديو بتاعي جايبة لكم ازاي هننظف الكرشة بسرعة الصاروخ. هنضيف مكون من مطبخنا هينظفها كده من غير اي مجهود. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله. وكمان هقولك بعد ما بننظفها وبنغسلها هنحط مكونات كده تخليها لا ليها ريحة ولا زفارة ولا اي حاجة ولا اي ريحة كده مش محبذة. هنعملها بطريقة جميلة جدا. تابعيني لاخر الفيديو. بس لو اول مرة بقى بتشوفي قناتي ما تنسيش دعم القناة باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصي يا حبايب قلبي، قبل وبعد التنظيف حاجة بقى فلة شمعة منورة، حاجة كده فخر من الاخر. كل سنة وانتم طيبين. والكرشة طبعا احلى حاجة بنحبها وطعمها في منتهى الجمال. بس بقى ايه، في ناس بقى ما بيعرفوش ينظفوها، خصوصا سنه اولى مطبخ، سنه اولى جواز، اللي لسه بناتنا الجديده كده اللي لسه متجوزين جداد وما بيعرفوش ينظفوها. لا، بننظفها بكل سهوله. واحلى اكله اكله الكرشه دي، مش عارفه ببلدكم بقى اسمها ايه. كل واحده بقى من البلاد العربيه يقولوا لي، يكتبوا لي اسمها كده في الكومنتات. احنا عندنا في مصر بنسميها الكرشه، وفي ناس كمان في الصعيد بيسموها، بيقولوا عليها صليبه، بينا عشان بتتعلق عشان كده بيسموها بالاسم ده. بصوا يا حبايب قلبي، منظر الكرشه هننظفها بقى بكل سهوله. تعالوا بقى ونشوف هنعمل ايه. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول كده في الكومنتات عشان نكسب حسنات. ونشوف بقى، جبت مية بقى بتبقى ايه، سخنة جدا، تمام. بعد كده يا بنات بنحط معلقة او معلقتين من بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو. لو ما عندكيش حطي باكو بيكنج باودر بتاع الايه، بتاع الكيكة، هو دوت اللي بيخلي الكرشة كده الجلد الاسود بيطلع بكل سهولة. بس اهم حاجة ما يكونش المية مغلية قوي، عشان لو حطيناه في المية مغلية قوي ممكن الجلد يمسك، فاهماني؟ فلازم بقى ايه، المية تكون وسط، لا مغلية قوي ولا ايه برد قوي. وبالطريقة دي زي ما انت شايفة بالسكينة، بس وممكن بايدي كمان بالسكينة كده بحك بالمنظر ده، بس بوريك المنظر بتطلع بكل سهولة. وكمان كل ما المية بتبرد منك بتحطيها تاني على النار، تمام. شايفة يا حبيبة قلبي المنظر، بشيلها حتى الجلد بيطلع بايدي، يعني مجرد كده بقشرها. لو عندك كمية كبيرة في ثواني، في ثواني هتنضف معاكي. زي ما انت شايفة بيطلع الجلد بكل سهولة، وكمان ممكن اقشرها بايدي كده. بصي بتطلع جميلة جدا وسهلة جدا في التنظيف، ما شاء الله تبارك الله. كل سنة وانتم طيبين، وعيد ضحية كده سعيدة علينا كلنا وعلى أمة محمد جميعا يا رب العالمين. ويوعدنا يا رب بزيارة بيت الله الحرام بإذن الله، كلنا كل أمة محمد. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انت شايفة كده ابيضت وبقت زي الفل، وكمان بيبقى فيها حتت كده اسمها زي ما انت شايفة دي المنفحة، برضو بننظفها ما بسيبهاش كده، لازم احكها بالشكل ده. بصي بيطلع كل الاغشية المخاطية كده الحمرة دي بتطلع معايا، مجرد بس ما بحكها بالطريقة دي زي ما انت شايفة بحطها. وممكن كده كمان على الحرف كده بتاع زي ما انت اوريكي، على حرف الحوض كده عشان يطلع معايا بكل سهولة، عشان ما تعذبنيش بالشكل ده. بصي بتطلع بكل سهولة، ما سافت بس بحكها بس بالشكل ده بيطلع بكل سهولة. في ناس مش عارفة ازاي بيعملوها زي ما هي كده، ما ينفعش طبعا، لازم تتنضف، عشان كمان بيبقى فيها حاجات يعني مش قادرة اقولك عليها. يعني دي الامعاء بتاع يعني الجاموس او البقر، لازم يتنضف يعني بالشكل ده، ما ينفعش تتسلق وتتعمل في بالمنظر اللي انتوا شايفينه. اعرف ناس كتيره بيطبخوها زي ما هي مش عارفه ازاي.
كده بتاكليها حتى بتفتح نفسك كده، حاجة نظيفة انت عاملاها بايدك، تاكليها بكل شهية وتبقى ريحتها وطعمها حلو. بس كده. وكمان في حتة كمان بوريها لك برضو، اللي هي المنفحة كده اللي بتبقى لونها احمر، لازم تنظفيها بالشكل ده برضو. عايزاك تشاركي الفيديو ده لكل اصحابك وحبايبك وقرايبك عشان يستفادوا بالفيديو، وتقولي لي من انهي بلد بتتابعيني، وكومنت كده محفز ليكي، ولايك واشتراك. اوعي تنسي بالله عليك تدعمي الفيديو باللايك واشتراك. بحبكم في الله، احلى اخوات في الدنيا بره مصر وداخل مصر. زي ما انت شايفة بكل سهولة كده بحكها كده بتنضف وتبقى زي الفل بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبوريك الفرق قبل وبعد. بصي قبل ما انضف وبعد ما بنضف تبقى جميلة جدا، وشايفة في قلب المية زي ما انت شايفة. دي الحتة اللي بيقولوا عليها ام الشلاتيت، مش عارفة برضو بيسموها ايه، مجرد ما بايدي بس. لازم بس المية يكون دافية عندي وفيها طبعا الكربونات معايا، وبتنضفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا وبصوا الجلد اللي طلع منها. تعالي بقى اقولك بقى على طريقة حلوة هتخليكي بقى تعمليها لا تلاقي فيها اي روايح نهائي. طريقة الغسل دي مهمة جدا برضو. بجيبها كده بحطها في المية زي ما انت شايفة الكمية معايا، وحتى كمان فيها الفشة وكمان اللي هي الحلويات، يعني كلها كده مع بعض زي ما انت شايفة. بحط عليهم بقى معلقتين ثلاثة من الدقيق، وكمان معلقتين كبار من الملح، وتحصري ليمون، ليمونة، ليمونتين، زي ما ايه ما عندك يعني في البيت، احصري وارمي بالقشر زي ما انت شايفة كده. وكمان هنحط الخل. الخل كمان بيعقم وبيطهر، وكل دوت بيشيل اي روايح عندك. هندعكها بقى مرة واتنين زي ما انت شايفة، وهننقحها في نفس المية دي. وبوريكي برضو لو بتلاقي اي جلد اسود كده من جوه او اي دهون زيادة كده بنشيلها، بنشيلها بالطريقة دي. اي جلد كده بيبقى لونه اسود او ايه، او دهون كتيرة بنشيلها منها، بنقحها في المية بالليمون كده، بالخل، بالدقيق، بالملح. وبعد كده بغسلها بقى مرة واتنين، بتبقى بالطريقة دي. وعندي تكاية حلوة برضو، وانت بتسلقي الكرشة بتاعتنا حطيها في مية كده تغلي غلوة واحدة، وتكب المية بتاعتها، وبعدين حطي لها مية نظيفة. بكده مش هتلاقي لها اي ريحة نهائي، منتهى الجمال. جربي الفكرة دي والوصفة اللي بقولك عليها دي. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. وصلت كده لاخر الفيديو، دعموني بالله عليكم باللايك والاشتراك.